عن هذه المعركة، معركة اللعفر، نتحدث من بغداد معي دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، أهلا معنا، أهلا بك معنا دكتور حسين. فترة التأهب هذه لمعركة جديدة، اليوم معركة اللعفر، ماذا تشمل وإلى أي درجة محور مهم فيها موضوع إضعاف قوى العدو؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. حقيقه معركه اللعفر هي من المعارك الاستراتيجيه المهمه التي ستقسم احدى المعابر الاساسيه التي مكنت كيان داعش الارهابي خلال السنوات الثلاثه الماضيه من ربط الجبهه العراقيه بالجبهه السوريه عبر الرقه موصل، وبالتالي هذه المعركه هي معركه مهمه ومفصليه وقد تكون يعني سريعه، لكنه بالمقابل هذه المعركة سيكون فيها تحديات كبيرة عندما تصل القوات العراقية إلى قلب المدينة، لأنه قد يكون هنالك اكتظاظ سكاني وقد يكون هنالك أو تستخدم الدروع البشرية من قبل مقاتلي كيان داعش الإرهابي للمواطنين العراقيين الذين بقوا داخل المدينة، وكذلك التضاريس الجغرافية تختلف عن التضاريس الجغرافية للموصل أو كذلك تختلف عن الأنبار وغيرها من المناطق الأخرى. هي أسهل بقليل من ناحية الجغرافية، هي أسهل بطبيعة المنطقة، أسهل من الموصل، أليس كذلك؟ أكيد أكيد طبعا، أكيد جدا أنه هي أسهل من الموصل لأنه عدد المقاتلين قليل، عدد الأهداف الاستراتيجية قليلة، محاور أو عوامل التمكين لمقاتلي كيان داعش الإرهابي ستكون ضعيفة وأضعف من الموصل التي كانت تخدمهم التضاريس الجغرافية والمناطق الحضرية والتركيبة السكانية. طيب، الضربات اليوم، الخطوات، ما الذي تشمله؟ ما النقاط التي تستهدف كمرحلة أولى؟ وأي عدد نتحدث عنه حتى لو كان تقريبيا اليوم أو متوقعا لداعش بالقضاء؟ يعني أكيد المقاتلين الأجانب قد يكونون نسبتهم ما بين 30 إلى 40% من أصل 2000 إلى 3000 مقاتل، ولكن قد يكون المحليين هم الأكثر بهذه النسبة. لا، العدد الإجمالي لداعش أقصد بغض النظر عن الجنسيات. يعني اكيد قد يكون مقاتلين لا يتجاوز ال 2500 الى 3000 مقاتل وقد ينخفض الى 2000. لحد الان التقديرات الاستخباريه التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف والمقالات التي تكتب عن اللعفر تشير هذه الارقام. طيب، ما المواقع التي قصفت، التي تم مباشره المعارك فيها؟ الطيران العراقي مفروض باشر القصف على مواقع لداعش من أجل كما قلنا إضعاف قواها الدفاعية. ما الذي قصف؟ ما أبرز نقاط يتم فيها بداية المعركة؟ تفضل. يعني أكيد سيتم كسر الأطواق، يعني هذه الاستراتيجية التي تتبع في القصف التكتيكي، وهي بالتالي كسر أجنحة مقاتلي كيان داعش إرهابي في مسكهم إلى هذه المدينة، كذلك كسر العقد الاستراتيجية التي تكون أوكار لداعش أو بلاذات يستخدمها أو مقدات صناعية قد يستخدمها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك المنشآت العسكرية والمدنية التي كذلك قد يستخدمها للتنقل والالتفاف على القوات، وبالتالي القوات العراقية المشتركة تحاول ضرب هذه العقد أثناء القصف التكتيكي لاندفاع القوات العسكرية نحو محاورها خلال المراحل المقبلة. أنا أشكرك جزيلا. من بغداد دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.